طيب السلام عليكم اخواتي، عاملين يا رب تكونوا بخير دايما. فيديو جديد، فيديو النهارده يا برو راجع لك بنسخه. نسخه النهارده جنب اي نسخه، نسخه بتثبت جنب اي نسخه، بتثبت جنب المتجر تمام. نسخه النهارده تعديل على اير واتساب تمام. النسخه مش بتهنك حرف، النسخه للمجال وبره المجال تمام. لو انت في المجال يا برو هتستعملها وهتعدل عليها، هتضيف اسمك بس في النسخه وكده النسخه بقت بتاعتك تمام. بره المجال يا برو هتشتغل بيها لان هي فيها مميزات خصوصيه ومميزات البلس تمام، مميزات كله بيحتاجها تمام. قبل ما ابدا في شرح النسخه نسيت اصلي على النبي، تعمل سبسكرايب في القناه وفعل الجرس عشان يسعدك اشعار بكل جديد بنزله تمام. تمام، نخش في شرح النسخه على طول يا اخويا. نفتح معاك يا برو النسخه بالواقع دي كده، دي واجهه النسخه تمام، واجهه ايرو كله عارفها، واجهه عظمه تمام. تمام، عندك هنا يا اسطى فوق على اليمين هنا على عايز تخفي شتات تمام، هنا هيكون تقطع النت كالعاده، هيكون البحث تمام. شوف الاول بتاع النسخه تمام، الاعدادات تمام يا برو. ده بقت النسخة ستة زي ما انت شايف، هو تقيله اهو يا اسطى تمام. النسخة متهنكش حرف، هوريك ده كله دلوقتي تمام. عندك المظهر اصلا خليه داكن تمام. تمام يا برو كده داكن تمام، نخليه بس فاتح دلوقتي نكمل، وفي الاخر نخليه داكن تمام. تمام، استنى النسخة تفتح يا برو. تمام يا برو كده النسخة فتحت تمام. عندك هنا ستار عايز تعمل محادثة وكده تمام. تمام، عندك يخش بس عندك هنا عايز تشغيل، عايز تراستر النسخة، رسالة رقم غير محفوظ، عايز تعمل رسالة رقم مش متسجل وكده تمام. وعندك بس نخش في ايرو برايفس على طول، عندك الخاصية يا كاملة برو، اخفاء اخر ظهور، فيها رسالة محولة، اخفاء مشاهدة الستوري، من حس في الحالات، من حس في الرسائل، اذا ارسح نظرة بعد الرد تمام. هنا لو عايز تقفل الواتس بنمط او رمز تمام. تمام، بجانب يا برو النسخة الاجهزة الضعيفة والاجهزة العالية تمام. النسخة تشتغل الاجهزة الضعيفة، لو انت رميت واحدة تشتغل معاك تمام. عندك هنا سمات، سمات متجر سمات بس في النت تمام. عندك هنا الوان النسخه، لو عايز تغير في الوان النسخه يا اسطى، ده الوان النسخه اهو، ستايل يا اسطى نوع الايموجي ونوع الخط وايقونه التطبيق والكلام ده كله تمام. عندك اخفاء رصيد المعرض، لو حد بعت لك فيديو او صوره او اي حاجه وعايز تخفيها تمام، فهتخفيها عادي عشان ما تظهرش في المعرض تمام. ننزل تحت استعاده، عايز تضيف لها ملف سرعه تمام، بس من غير ملف سرعه عادي يعني. تمام، عندك الاعدادات هنا، استعراض التطبيق على انجلش او عربي تمام. تمام، عندك هنا عايز تنضف النسخ تمام، وعندك هنا ترسل الصوره بجوده حلوه تمام. عندك عايز تعمل رجعه توجيه لاكثر من 10 صور تمام. تمام، طب نخش الشاشه الرئيسيه على طول كده، ندوس عليها كده. عندك هنا ستا البار العلوي اللي هو ستا الستايل بتاع الشاشة اللي هو تمام. عايز تخليه بس مثلا اللي هو اس اهو ايفون، عايز تخليه كده تمام، فكله شغال يعني، بس انا خليه زي العادي يعني تمام. تمام، عندك هنا ستايل عايز تخليها اسمه ايه ده، ستوري انستا تمام. عندك هنا عايز تضيف اسمك فوق والخبر بتاعك، عايز ايقونة الوضع الليلي عايز تخليها فوق تمام. تمام، عندك بس دي الافكتات وشغل كله انت شوفه تمام. عندك هنا الاسطور يا اسطى، عندك الاسطور بقى كل حاجتك يا اسطى فيها، فانت تختار اللي انت عايزه يعني واشتغل بيه تمام. تمام، هنرجع كده يا اسطى تاني، فهتلاقي عندك يا اسطى ثواني تمام يا برو. خش هنا يا اسطى عند شاشة المحادثة تمام، ثواني تمام، خش هنا كده يا اسطى البار العلوي في شاشة المحادثة تمام. انا بقى عايز اخفاء صورتك واخفاء اللي انت بتكلمه والشغل ده كله تمام. عندك هنا دي كلها افكتات وشغل انت شغله مع نفسك تمام. انت هتزاد هنا يا اسطى تقدر تغير في النسخه والكلام ده كله تمام. تعالى بس اوريك النسخه التهنيج وكده تمام. دي مزاد النسخه اللي هي من حيث يا اسطى البرايفسي وكده تمام. النسخه من التهنيج بقى وكده تمام. تعالى بص يا اسطى النسخه، النسخه طبعا بتثبت اكتر من 3 شتات، بترفع الصوره بقى 5 دقايق تمام. عندك دي يا اسطى كونكتات تمام. تمام، بره الصورة يا اسطى اللي كل مجال بيتكلم عليه تمام، تقراه وتفتحه ومفيش أي هبد خالص تمام. عندك ده يا اسطى فيروس الإشعارات تمام، أنا هحدد النير ميت يعني تمام. أنا جايب لك يا اسطى اللي هي الفيروسات التقيلة بس تمام، فيروس الفيديو بس مش معايا، بس أنا كنت مجربه تمام. النسخة متهنكش منه تمام، مفيش نسخة بنزلها برو بتهنيك تمام. النسخة برضه تبقى تذكر ايرو، كل عارف تذكر ايرو تمام، فالنسخة عظمة يعني. نعمل على التوجيه يا اسطى ونرميهم هنا تاني تمام. ثانية يا برو تمام، نرميهم بقى اسطى تاني كده. شايف النسخة بترميهم طلقة، فمفيش أي حاجة خالص تقف قدام النسخة تمام. فيروس الخريطة والإشعارات كله شغال تمام. وعريت النسخة اسطى ترمي، فمفيش أي حاجة تمام، خليها بترمي اسطى زي ما هي كده.
قال لك اصل النسخه بتسرق ستوري، فعندك ستوري وعايز تسرقه تمام، هارد ديسك كده ستات عندك تحت هيلو عايز تقفله تحفظه تمام كده اتحفظ سنه تمام. عندك برو عن سنه بقى نخش نشوف النسخه اللي رميتهم، شوف التذكر بتاع النسخه، عندك هنا التذكر بتاع النسخه، عندك هنا القلب اللايك تمام، عندك هنا ستات اهو يا ساتر السيف، هتدوس كده استوعب بعده تمام. ده التاسك بتاع ايلو طبعا كل عارفه تمام. بس يا برو ده كان فيديو النهارده، مساج بقى يا اسطى، اشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو عجبك الفيديو، وكومنت كومنت كده تشجعك من يشجعني. يلا اخواتي شوفوا فيديو جديد، يلا سلام.